تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، وصباح التفاؤل وصباح السعادة، ويومكم إن شاء الله مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. مستمعين الأعزاء، الشعور بالسعادة والتفاؤل يعكس دائما آثار إيجابية على صحة الإنسان. أرحب بكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل معي اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت إسراء الهاشمي، ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. ودائما من خلال برنامج صحة وسعادة نرحب بتواصلكم ونرحب بمشاركاتكم معنا خلال الساعة على الأرقام 600-551-414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وقبل لا نستعرض فقرات برنامجنا لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء، نحب التنويه بأن دبي بدأت حملة واسعة للتطعيم المجاني ضد كوفيد-19 باستخدام لقاح فايزر بايونتك، ويعتبر كل من كبار المواطنين وكبار السن من المقيمين اللي أعمارهم فوق 60 سنة ومن لديهم الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم والعاملين طبعا في خط الدفاع الأول ويعطيهم ألف عافية، وأيضا المهن الحيوية، هم الفئات ذات الأولوية للتطعيم ضد كوفيد-19 في إمارة دبي. ودائما نقول أن التطعيم أمان واطمئنان. وأنا الحقيقة مستمعين الأعزاء، قبل لا نبدأ فقرات برنامجنا، حاب أني يعني أتكلم عن تجربتي الجميلة. أمس طبعا خدت اللقاح، لقاح كوفيد-19 في أحد المراكز التابعة لهيئة الصحة بدبي في مركز أبتاون الصحي. الحقيقة أنا طبعا وأحد الأصدقاء معايا كنا، ومشينا بالإجراءات، طبعا خذنا موعد ووصلنا المركز. الحقيقة يعني تجربة جميلة جدا بجميع الجوانب، سواء الاستقبال وأيضا يعني التسجيل والاستشارات الطبية. يعني الحقيقة جهود جميلة، أحب أني أوجه كل الشكر والتقدير لإدارة المركز وكل العاملين في مركز أبتاون الصحي التابع لهيئة الصحة بدبي. الشيء الجميل مستمعين الأعزاء اللي لفت انتباهي الحقيقة هو التعامل يعني الموظفين في مركز أبتاون. أنا أتوقع أن يعني هم على علم، الإدارة على علم بأن نوعية الناس اللي ممكن أتي على أساس أن تأخذ التلقيح أو عفوا اللقاح، ممكن حد يكون يعني خايف أو حد يكون متوتر، حد يكون نوع يعني عنده نوع من الخوف، ولكنهم الموظفين العاملين في المركز على أتم الاستعداد والتدريب أن كيف يتعامل مع الشخص هذا. فيعني أسلوبهم جميل وأسلوب راقي في التعامل الحقيقة. يعني كل الشكر والتقدير، وطبعا الشكر والتقدير لإدارة العليا لهيئة الصحة بدبي اللي دائما يعني عندهم اهتمام في هذا الجانب اللي يخص صحة وسعادة أفراد المجتمع. فحبيت بس أشارككم هاي التجربة الجميلة. التطعيم أمان واطمئنان. بدأت دبي حملة واسعة للتطعيم المجاني ضد كوفيد-19 باستخدام لقاح فايزر بايونتك، ويعتبر كل من كبار المواطنين وكبار السن من المقيمين فوق 60 سنة ومن لديهم الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم والعاملين في خط الدفاع الأول والمهن الحيوية هم المستهدفين بالدرجة الأولى للتطعيم ضد كوفيد-19 في دبي. التطعيم أمان واطمئنان. صحة وسعادة.
نعم مستمعينا الأعزاء بأن التطعيم أمان واطمئنان، وناخذ فقرة السوشيال ميديا ومستجدات السوشيال ميديا على صفحات هيئة الصحة بدبي مع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. أختي أسماء صبحت الله بالخير والنور والعافية. صبحكم الله بالنور وسرور أخوي عبد الله عليك وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. الله يصبحك بالنور والعافية أختي أسماء. ناخذ جولة في قنوات التواصل الاجتماعي، لكن قبل ما نتكلم عن قنوات التواصل الاجتماعي أحب أقول لكم أنا أمس خدت التطعيم. أوه عيل خبرينا تجربتك. كنت ماخذ موعد عن طريق التطبيق وأمس كان موعدي، وتجربة كانت يعني صراحة ما طولنا، يعني دخلنا أخذنا رقم تسجيل، الأسئلة اللي بعد أسئلة التقييم كانت موجودة. صحيح. وفحص المؤشرات الحيوية، أخذنا التطعيم وبصراحة ما حسيت ولا شيء. يلا بالسلامة إن شاء الله. أنا قبل شوية أختي أسماء كنت أتكلم على يعني أعطيك تجربتي الحقيقة الجميلة أمس في أبتاون مردف، فكانت تجربة جميلة الحقيقة، يعني من دخلت المركز كل الأمور جميلة وسهلة، وكنت أتكلم قبل شوية أقول يعني لفت انتباهي يعني تدريب الموظفين اللي موجودين على أساس إن كيف يتعاملون مع الناس المتعاملين اللي بيو بياخذ اللقاح. يمكن حد من الناس عنده نوع من التخوف، فحسيت بهم إنهم على دراية وعلى علم كبير وعلى تدريب جميل جدا الحقيقة. ما شاء الله عليهم، أنا حتى كنت أبغى أصور أغطي تجربتي بسرعة، زقروا اسمي بسرعة خط التطعيم وما مداني. يلا الحمد لله. فهذا من الأشياء اللي كان يعني تجربتي الخاصة. نأخذ بعض الأشياء نحن وايد توصلنا في السفرات عن موضوع خطوات كيف الحصول على تطعيم فايزر بيونتك في دبي. وضعنا الخطوات، هي 7 خطوات يمشون عليها لين ما يأخذون التطعيم. أيضا هناك من شخصيات من المسؤولين في إمارة دبي الذين يعني تلقوا التطعيم يوم أمس، كان منهم سعادة سعيد الطاير، وأيضا اللواء خبير راشد المطروشي، وأيضا سعادة فهد الرئيسي تلقوا التطعيم أمس في مراكز هيئة الصحة بدبي. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن نحب نأكد عليها أنه يعني نحن حاليا عندنا 7 مراكز تقديم الخدمة، لكن جميع الأمور يجب أن تكون بموعد مسبق والإجابة على أسئلة التقييم الموجودة في التطبيق أو عبر الكول سنتر أو الرقم 1-800-342 يختارون اختيار تطعيم كوفيد ويجاوبون على الأسئلة من خلال الـ IVR system. وايد مهم يجاوبون على الأسئلة، لأن يعني هاي الأسئلة هي التقييم الأولية حسب ما يضطرون يسيرون المركز ويكونون مثلا في من فئات اللي ما يقدرون يأخذون تطعيم، فجدا مهم أنهم يجاوبون على هالأسئلة قبل أخذ الموعد. هاي تقريبا أشياء كانت قنوات التواصل الاجتماعي، ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة أختي أسماء الجناحي. مستمعين الأعزاء قبل لا نأخذ الفاصل، وبتكون فقرتنا بعد الفاصل اليوم أيضا عن مستجدات كوفيد-19، واليوم تحت عنوان الإجراءات الاحترازية وأهميتها مع العودة للمدارس، وبتكون معنا اليوم الدكتورة هند العوضي، وأيضا هي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي. نذكركم أيضا مستمعين الأعزاء بأن ما زالت هيئة الصحة بدبي توفر خدمات فحص فيروس كورونا في المراكز التسوق في مول الإمارات ومردف سيتي سنتر وأيضا ديرة سيتي سنتر. بإمكانكم التواصل سواء عبر تطبيق هيئة الصحة بدبي DHA أو الاتصال المباشر على الرقم المجاني لهيئة الصحة بدبي 803-42 للمزيد من المعلومات. بنطلع فاصل مستمعين الأعزاء، وبعد الفاصل فقرتنا عن مستجدات كوفيد-19. دائما نقول خلكم مع برنامج صحة وسعادة، فاصل وراجعين. صحة وسعادة مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نرحب بتواصلكم مستمعينا على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006،
وناخذ فقرة برنامجنا لهذا اليوم مستجدات كوفيد 19 تحت عنوان الإجراءات الاحترازية وأهميتها مع العودة للمدارس. بتكون معنا اليوم الدكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي. دكتورة هند صبحت الله بالخير والنور والعافية. صباح الخير عبد الله، صباح الخير لجميع المستمعين. صباح النور. دكتورة هند، إذا تسمحي لي يعني قبل لا نبدأ حديثنا عن الإجراءات الاحترازية، عندنا بعض الاستفسارات عن طريق الرسائل النصية. أحد المستمعين اللي رقمه 055 يسأل دكتورة هل لو سمحت سؤالي، هل ممكن أخذ أدوية الأوجاع الظهر مثل الفولتارين أو البروفين أو أي نوع من المسكنات الآلام بعد أخذ جرعة لقاح كوفيد 19؟ طبعا هاي النوع من الأدوية المسكنات بشكل عام ما يتعارض مع أخذك للقاح، وما يضر بعد أنك أنت تخبر طبيبك لما تروح لموعدك لأخذ اللقاح أن تقول له أن أنا أخذ الدواء الفلاني هذا بس عشان نتأكد، ولكن بمجمل الحالات هذا الشيء ما يتعرف. نعم، شكرا دكتورة. وأيضا الأخ اللي رقم آخر ثلاث أرقام ثلاث خمسات، بنتواصل معاك بعد البرنامج لأنه أيضا طالب أن نتواصل معاه وعنده استفسار بخصوص اللقاح. شكرا دكتورة، ونتواصل معك إن شاء الله اليوم على موضوعنا اليوم الإجراءات الاحترازية وأهميتها مع العودة للمدارس. طبعا الحين بدينا الفصل الثاني من المدارس وطلبتنا رجعوا للدواماتهم سواء كانوا عن بعد أو كانوا عن قرب، فإحنا حابين نذكرهم ببعض النصائح اللي الواحد لازم يحرص على اتباعها. من ضمنه أن الأهالي لازم المفروض يعني أنهم يهيئون طفلهم جسديا ونفسيا وصحيا بعد عشان يرجعون للمدارس. لازم طبعا يحرصون أن أطفالهم يتبعون نظام غذائي متوازن، أن يتناولون كمية كافية من الفواكه والخضروات، نوم الأطفال في مبكرا جدا مهم عشان نحافظ على صحتهم ومناعتهم وعشان يكونون في كامل نشاطهم في بداية اليوم الدراسي. نتأكد أن الأجهزة الإلكترونية بعد أطفالنا ما يستعملونها على الأقل ساعتين قبل موعد نومهم. إحنا نعرف أن المناعة تلعب دور كبير في حمايتنا ضد كوفيد 19 أو أي نوع من أنواع الفيروسات أو الأمراض بشكل عام، فلازم هم يحرصون أن يعززون مناعة أطفالهم، وجبات متوازنة، النوم الكافي، يمارسون الأنشطة الرياضية. الغضب والإجهاد بعد ممكن يأثر على مناعة الشخص. إحنا نحرص أن نخلي طفلنا في بيئة صحية وسليمة. وبعد إحنا بعد لازم نهيئ الطفل نفسياً، نذكر أن ما زالت الجائحة موجودة، فإحنا لا زال علينا أن إحنا نلتزم بإجراءاتنا الاحترازية، ما زال علينا أن نتبع الإجراءات ونشرح لهم أن الكوفيد ما زال موجود، ونذكرهم ببعض الأشياء. النصائح أولاً لازم لما يروحون للمدرسة يتأكدون أنهم ماخذين كمية كافية من عدة السلامة عندهم اللي هو الكمامات، المعقمات. نذكرهم لا تنسون تغسلون إيدكم لما يروحون، مثلا الأطفال إذا كانوا يستعملون وسائل النقل الباص مثلا أستاذ عبدالله. نذكرهم أن خل مسافة كافية بينك وبين زملائك. صحيح. إذا أنت كنت تستعمل الباص، إذا أنت حسيت أن عندك أعراض المفروض أنك تخبر أهلك، أو تخبر إذا وصلت المدرسة وحسيت أنك تعبان تخبر الشخص المسؤول وتقول له تراني أنا عندي بعض الأعراض. فلما تكون في الباص احرص أنك أنت تحافظ على مسافة كافية بينك وبين الآخرين، تتجنب السلام المباشر معاهم، تتجنب أنك أنت تتبدل الأشياء معاهم، تأخذ منهم أغراضهم الشخصية. وهذا إحنا دائما نقول احتفظوا بأغراضكم الشخصية لنفسكم، أقصد بالأغراض الشخصية القلم، الكمبيوتر أو الآيباد إذا كانوا يستعملون، حتى الأكل. إحنا ننصح أن كل واحد يكون له أكل الخاص. وإذا كانت المقاصف في بعض المدارس مفتوحة، إحنا نحرص أن نتبع إجراءاتنا الاحترازية بعد يوم وجودنا في المقصف المدرسي، ما نشارك أكلنا مع الآخرين،
نجيب أكلنا، إحنا نفضل إحنا نجيب أكلنا ويكون الأكل صحي، نغسل إيدنا قبل ما نتناول الأكل وبعد ما نتناول الأكل بعد نغسل إيدنا، نحافظ على ارتدائنا لكمامنا قد ما نقدر. إحنا نعرف إن يعني لما أنت تتناول وجباتك بيكون صعب، لكن يعني قبل ما تدخل المكان وتطلع من المكان إحنا نفضل إنك أنت تحافظ على ارتدائك لكمامك. أثناء وجودك في الصف بعد احرص على حفاظك على مسافة كافية بينك وبين الآخرين. إحنا نعرف إن يمكن أنت اشتكت لأصدقائك وأصحابك، ولكن حاليا الإجراءات هذه إحنا لازم نلتزم فيها لين ما نقدر إحنا نسيطر على هاي الجائحة. جدا مهم إن إحنا نحافظ على بعض المعلومات. إحنا لازم نثقف الأطفال يعني سواء كانوا أطفال أو كبار، لازم إحنا نحرص على تثقيفهم كأهالي، وأيضا المدرسة لازم تحرص على تثقيف الأطفال بعد عن كوفيد، يشرحوا لهم الأعراض، طرق الانتقال، كيف ممكن يحمون نفسهم. وبعد إحنا نحرص أن أطفالنا يكون عندهم كمية كافية من معقم اليد والكمامات والمناديل وهذه، ودائما نذكرهم بالطريقة الصحيحة لحفاظهم على نظافة إيدينهم، نذكرهم من مسافة المترين. وفي طريقة وايد حلوة في المدارس يمكن يستعملونها، أن مثلا يشرحوا لهم يبون مثلا خيط بينهم وبين الطالب، يشرحوا لهم بالضبط المسافة هي كيف، لأن إحنا يوم نقول مترين صعب أن نتخيل، ففي طريقة أنك أنت تراويهم بالضبط شو نقصد بالمسافة المترين، فهم يقدرون يستوعبون إحنا شو نقصد بالمسافة المترين. نعلمهم آداب العطس والسعال، إحنا نعرف أن كوفيد ينتشر عن طريق الرذاذ الملوث، فإحنا نعلمهم الآداب الصحيحة أن هم كيف يعطسون ويكحون. مهم جدا أن نعلمهم أن يعقمون أغراضهم الشخصية، حقيبة المدرسة، سماعاتهم، أقلامهم، دفاترهم، الآيبادات، إذا كانوا يرتدون نظارات. دائما نذكرهم أن بعد رجوعكم من المدرسة وايد مهم أن أنتوا تعقمون هذه الأشياء، وايد مهم أن أنتوا تأخذون شاور وتأخذون وأحذيتكم اللي كنتوا ترتدونها تحطونها في مكان معين، وبعدين تحرصون أن حد يعقم لكم إياها الأدوات، تعقمونها، تأخذون شوار، الثياب اللي كنتوا لابسينها احنا نفضل انكم تغسلونها بعد ارتدائها. هذه يعني انا حاولت اختصر قدر المستطاع يعني عن بعض النصائح اللي احنا نعطيها لطلابنا. في نقطة جدا مهمة يعني انا احرص دائما اني انا اقول للأطفال ان في اشياء لازم تسوونها وفي اشياء ما لازم تسوونها. اللي لازم تسوونه ان انتم لازم تغسلون ايدكم دائما، لازم ترتدون كماماتكم دائما، وتحافظون على مسافه كافيه بينكم وبين الاخرين، ولازم تظلون في بيوتكم اذا كانت عندكم اي اعراض تنفسيه. اللي ما لازم انتم تسوونه ان انتم تسلمون باليد او تحضنون اصدقائكم، ان انتم تشاركون ادواتكم وطعامكم مع الاخرين، انكم انتم تجلسون في جروبات مع اصدقائكم. هاي الاشياء احنا دائما نقول لكم لا تسوونها. ان انتم كماماتكم بعد ما انتم استعملتوها ترمونها في اماكنها الصحيحه، ما ترمونها في اي مكان. لازم ان انتم بعد ما تتبادلون كتبكم وادواتكم المدرسيه، وايضا لازم انتم ما تتنمرون على اصدقائكم اللي ياهم المرض، لان في النهايه هذا مش عار، واللي اصابوا بكوفيد مش يعني هذا شيء انه خلاص هم عليهم وصمه عار. بالعكس احنا لازم نتفهم زملائنا ونحتويهم وما نحسسهم ان هم صاروا غير عن الاخرين، هو يعني قدر الله وياهم الفيروس، فاحنا نحاول ان نحسسهم ان الحياه بترجع لهم طبيعي، ونحرص على صحتهم النفسيه، وهذا واجب مجتمعي على الجميع. صحيح دكتورة هند، الحقيقة يعني معلومات جميلة، ويعطيك ألف عافية. وأنتوا الحقيقة يعني دكتورة هند وفريق العمل معاك، دوركم الحقيقة حيوي ومهم وحساس خلال المرحلة هاي، لأن توعية أفراد المجتمع دكتورة هند عن يعني كيفية التعامل ومعرفة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا يعني مهمة جدا، وكل الشكر والتقدير لك دكتورة على دوركم الحيوي اللي هو دائما هدفه زيادة نسبة الوعي لدى أفراد المجتمع عن إجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بكوفيد 19. دكتورة عندنا بس دقيقتين، إذا حابة تقولين أي إضافة.
طبعا أنا أرجع أذكر الناس بمثلثنا الذهبي اللي الحين صار مربعنا الذهبي. صحيح. نذكرهم بارتدوا كماماتكم بالطريقة الصحيحة، حافظوا على مسافة كافية بينكم بين الآخرين، حافظوا على نظافة إيدينكم واغسلوها بالماء والصابون لمدة 20 ثانية. والنقطة الرابعة أن احرصوا على أخذ موعد لحصولكم على لقاح كوفيد-19، لأنها هي إحدى الطرق الجدا فعالة في سيطرتنا على هذه الجائحة. اللقاح جدا آمن وجدا فعال، احرصوا أنكم تأخذون الموعد للقاح، وخصوصا الفئات اللي احنا دائما نشدد ونذكر الناس أن لازم هم أول ناس لازم يستلمون هذا اللقاح، اللي هم كبار المواطنين والمقيمين اللي فوق 60 سنة، أصحاب الهمم، أصحاب الأمراض المزمنة، وأيضا خط دفاعنا الأول، والناس اللي يشتغلون في مهن حساسة وحيوية. دكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي، كل الشكر والتقدير لك دكتورة. شكراً عبد الله، ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة دكتورة هند. مستمعينا الأعزاء، فقرتنا الثانية بتكون اليوم جميلة، فقرة التغذية. أنا أحب هذه الفقرة الصراحة. اليوم تحت عنوان أفضل أنواع الزيوت الغذائية، بتتعرفون مستمعينا الأعزاء عن الزيوت، ما هي الزيوت الصحية والزيوت الغير صحية، وأيضا بتتعرفون عن القيمة الغذائية للزيوت، وكيف من الزيوت الصحية أنها تقوي مناعتنا، وبالأخص خلال الفترة هاي. خلكم وأكثر من هاي المعلومات عن الزيوت بعد الفاصل. دائما نقول خلكم مع فاصل وسعادة، وفاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية، ويا مرحبا بكم سهلة في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. ودائما نرحب بتواصلكم على الأرقام 600-551-414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعين الأعزاء، فقرة التغذية اليوم تحت عنوان أفضل أنواع الزيوت غذائيا وصحيا. بنتعرف أكثر عن فوائد الزيوت الصحية وأيضا الغير صحية، وأيضا اليوم بنتعرف عن الزيوت وكيف أنها تقوي المناعة، مع الأستاذة عفرة بن كتة، أخصائي التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي. الأستاذة عفرة، صبحت الله بالخير والنور والعافية. السعادة والتفاعل مستمعينا اليوم إن شاء الله معانا. يا مرحبا بك أستاذة عفرة. نحن طبعا نعرف أن الزيوت يعني كثيرة ومتنوعة، والمهم في الموضوع أن اليوم أيضا بنتعرف عن الزيوت وتقوية المناعة. طبعا احنا عارفين ان الزيوت تدخل الزيوت بشكل اساسي في مجمل الطاقه اليوميه اللي تحتاجها الانسان، اذا هي عنصر اساسي يحتاجها الجسم. نعم. اذا شملت الاطباق اليوميه اللي احنا نعدها بشكل اساسي على الزيوت والدهون في التحضير، سواء كانت مضافه على في عمليات التحضيريه او مصدر طبيعي متواجد بالماده الغذائيه نفسها، مثل المصادر الطبيعيه، مثل عندنا اللحوم تحتوي على الدهون بشكل طبيعي، عندنا المكسرات، عندنا الحبوب، هاي تحتوي على الدهون بشكل طبيعي غير مضاف. ولكن جسم الإنسان احنا نقول انه يحتاج الى نسبة متفاوتة من هذه الزيوت، وبالأخص نوع الأحماض الدهنية. يعني زيوت كلمة عامة كبيرة، احنا الفائدة اللي تم دراستها عن طريق الأحماض الدهنية او التركيبة الخاصة بهذه الزيوت الموجودة بها. عشان شي قام العلماء المختصين على دراستها والتعرف على فوائدها، وتتخصص هذه الدراسات والتقصي في التعرف على، أول شيء بالنسبة للخبراء، أول تعرفون على المصدر الدهون والزيوت الطبيعي شو هو مصدرها. ثاني شيء طريقة التصنيع، لأن مصدر الدهون والزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون، عندنا السمسم، عباد الشمس، عندنا الكانولا، أو من المصادر الطبيعية عندنا الزبدة والشحوم، بعد هذه مصدر. فهذا مهم جدا عشان لما أدرس المصدر الطبيعي أقدر أعرف فوائده. ثاني شيء طريقة التصنيع، لأن طريقة التصنيع تأثر بشكل كبير على الفوائد، سواء كانت عن طريق التعرف على نسبة الزيوت الطبيعية، لعشان شيء العلماء لازم يعرفون نسبة الزيوت الطبيعية في العلبة اللي تم تصنيعها، والتعرف على مدى الدعم،
يعني عندنا تعرف على نسبة الزيوت الطبيعية تعكس عدد مرات استخلاص أو إحنا نقول العصرة، كم تم يعني كم مرة تم عصر هذا النوع من الزيوت. فكلما زادت عدد العصرات قلت الفوائد، يعني يقول لك هذا عصرة أولى عصرة ثانية عصرة ثالثة. صحيح. فكل ما زادت عدد العصرات كل ما قلت الفوائد. عندنا الزيوت البكر اللي هي من أول عصرة إحنا عارفين إنها أغنى منجم للعناصر الغذائية، وهذا لازم نأخذه في الاعتبار لما نأخذ منتج. ثاني شيء إحنا نقوم نعرف نسبة فائدة الزيت هذا اللي إحنا نأخذه من العلبة عن طريق النسبة الموجودة على العلبة. لما أي أشتري زيوت لازم أشوف النسب الموجودة. في نسب يقول لك هذا زيت مثلا عباد الشمس هي 70% أو 80%. إذا باقي الزيت من وينية النسبة 100% من وينية، معناته مضاف له زيت آخر. لما أنا أقول لك فوائد مثلا في زيت الزيتون، لازم أتأكد أن هذا زيت زيتون بكر 100%، إذا هذا زيت خام، يعني الفائدة اللي أنا بقول لك إياها هي نفسها. لما يجي على زيت نباتي يعون مكتوب في الجمعيات مثلا زيوت نباتية، هذه الزيوت النباتية أنا أشوف إذا 80% معناته 80% من زيت عباد الشمس مثلا. نعم. و20% من زيت النخيل. فهني في عندي في أشياء لازم أنا أحاسب فيها إن هذا الزيت معناته مش طبيعي. بالنسبة لبعض العمليات التصنيعية لهذه الزيوت عشان أعرف إن هذا الزيت كويس ولا لا، منها الدعم الزيت. تلاحظ علب الزيت مكتوب عليها مثلا هذا فورتيفايد، يعني مدعم بمعادن وفيتامينات، مثل مكتوب عليك زيت مدعم بفيتامين ألف ها كاف دال، يأما يدعمونه بكل هاي الأنواع من الفيتامينات أو مدعم بنوع واحد من الفيتامينات. فهذا يضيف قيمة غذائية لهذا الزيت خلال عمليات التصنيع. احنا نرجع نقول شو هي فوائد الزيت. طب احنا عرفت كيف اختار الزيت، او شيء اشوف مصدره وبعدين عمليه التصنيع. طيب شو هي فوائد الزيت بالنسبه لنا؟ بالنسبه لنا في زيوت تحتوي على اوميجا 3 و6 مثل الزيوت الموجوده الطبيعيه الموجوده في الاسماك، ونظرا لوجود نوع من الاحماض الدهنيه يسمونها DHA، وهذه معروفه الدراسات ظهرت عليها انها مفيده جدا لصحه القلب، لأنها شو تسوي؟ تقلل عمليات أو تحسن الالتهاب في الجسم أو تقينا من الالتهابات، تعزز صحة الدماغ، تخفض نسبة الدهون الثلاثية في الجسم. إذن هذا كله ينعكس على صحة القلب والشرايين. فهاي من الدهون المهمة الأوميجا 3 الموجودة في الأسماك. عندنا مثلا زيت السمسم. زيت السمسم غني بالزنك وغني بالمغنيسيوم. الزنك مهم جدا في عملية تصنيع هرمونات الجنسية، أساسي يأثر على القدرة الجنسية عند الرجل أو عند المرأة، وأكثر شيء أثر عند الرجل بالنسبة للزنك. عندك مثلا غني بالمغنيسيوم زيت السمسم. المغنيسيوم معروف تقوية العضلات والعظام، وكذلك يسيطر على الجلوكوز والإنسولين ويخفف الصداع النصفي، إذن له أثار وفوائد لجسم الإنسان. كذلك هذه الزيوت تعتبر مصدر أساسي للسعرات الحرارية بالجسم. السعرات الحرارية في الجسم هي عبارة عن نشويات الجسم يحتاجها، نشويات بروتين دهون. فالدهون يحتاج الجسم 30% يوميا من المصدر الداخل إلى عشان يوفر الطاقة الأساسية للعمليات الحيوية والضرورية في الجسم. نعم. عندنا أنه يعتبر ملين، هاي الدهون تعتبر ملين للجهاز الهضمي. إذا الجهاز الهضمي وايد محتاج عشان يعمل بروتكشن وحماية لنفسه يقوم بوظائفه بشكل صحيح. صحيح. عندنا في هاي الدهون طبعا الفيتامينات تنقسم، في فيتامينات تسمى فيتامينات ذائبة في الماء، وفي فيتامينات ذائبة في الدهون. استاذ عفراء للاسف ان هي نعم للاسف ان انتهى الوقت، بنكمل ان شاء الله يمكن معاكم في فقره ثانيه بنستكمل النقاط اللي ما قدرنا نكملها اليوم. شكرا لك الاستاذه عفراء بن كت اخصائي التغذيه العلاجيه في هيئه الصحه بدبي، كل الشكر والتقدير. الله. مستمعينا الاعزاء بناخذ فقره تقنيات الحديث. اليوم بنتكلم عن الاتمته والذكاء الاصطناعي في المختبرات. قبل أن نأخذ فقرتنا مستمعينا الأعزاء، أيضا نحب أن نذكركم بخصوص الخطوات الحصول على تطعيم فايزر بايونتك.
مثل ما ذكرنا في البداية أنه يكون التسجيل عن طريق تطبيق هيئة الصحة بدبي DHA أو الرقم الموحد 800-342، ومن بعدها ستصلك رسالة نصية بالتوجيهات والنصائح في حال الاستيفاء من المعايير، وبعدين قراءة النموذج والإقرار بالموافقة. رقم 4، عند وصولك سيتم أيضا التقييم، وستقوم أو سيقوم المركز بفحص العلامات الحيوية لك. أخذ اللقاح الجرعة الأولى، من بعدها الانتظار لمدة 20 دقيقة بعد تلقي اللقاح، وفي النهاية ستصلك رسالة نصية قصيرة بشهادة التطعيم وموعد الجرعة الثانية بعد 15 دقيقة من الانتهاء من رحلة أخذ اللقاح، والجرعة الثانية بعد 21 يوم. مستمعين الأعزاء، بناخذ معنا الدكتورة فيحاء صلاح، استشاري ورئيس قسم الكيمياء الحيوية بهيئة الصحة بدبي. دكتورة فيحاء، صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا. الله يحييك دكتورة. اليوم حديثنا عن تكنولوجيا الأتمتة والذكاء الاصطناعي في مختبرات هيئة الصحة بدبي. في البداية دكتورة، تحدثينا عن أهمية المختبرات بشكل عام ودورها الأساسي في المنظومة الصحية. الله يسلمك. طبعا هذه السنة مع الكوفيد دور المختبرات كان مهم جدا، لأنه كل الفحوصات كل التحاليل كانت على اللاب، وإنه حتى سعة الفحوصات بعد ما كنا بنعمل زي 300 فحص باليوم للفيروسات وهدول، في الكباس السعة يعني فجأة إحنا لقينا مع الكوفيد وهذه الجانحة، فكان لازم نزيد السعة الاستوعابية للفحوصات. ف يعني كنا بنعمل زي يمكن 300 فحص في اليوم للفيروسات، احنا هسه يمكن بنعمل زي 9000 او اكثر كمان في اليوم. فهذه السنه ابرزت دور المختبر بشكل حيوي. احنا دائما يعني في السنين اللي فاتت المختبر بيكون دائما في ما في الواجهه، في ناس كثيرين ما يعني ما بيحسوا بالدور الكبير اللي بيلعبه المختبر، في حين إن المختبر إنه 70% من القرارات الطبية تعتمد على نتائج الفحوص المختبرية. صحيح. على يعني هذا من ناحية تشخيص، من ناحية متابعة المريض وحالته، من ناحية متابعة الأدوية كيف المريض يستجيب لهذه الأدوية، بيعتمد مرات كثيرة على نتائج المختبر. فهذه هي أهمية المختبر، والمختبر يعني كبير، يعني عندنا أقسام كثير، عندنا أمراض الدم، وعندنا الكيمياء الحيوية، وعندنا الفحوصات الجينية، وعندنا الفيروسات طبعا، وعندنا الميكروبات. فلما نتكلم عن المختبر نتكلم عن أقسام مختلفة. صحيح. وأيضا دكتورة، يعني مثل ما تفضلتي أهمية المختبر، لأنه يعني يدعم ويساعد الدكتور بنسبة كبيرة جدا في تشخيص الحالة المرضية، سواء يعني كانت يعني فحوصات الدم اللي ذكرتيها، طبعا ما تحضرني الحين، ولكن اللي أنا عارف فحوصات دم كثيرة ومتفرعة ودقيقة، ويتم يعني طلبها من الطبيب المعالج بناء على حالة أو الحالة إن صح التعبير، يعني الحالة أو التاريخ المرضي للمريض. للمريض. نعم. في كل الأحوال يعني عندنا أمراض الكلى، وعندنا أمراض السكري، وعندنا في العمليات إذا المريض يحتاج دم، فحتى هذا إحنا بنحضره، يعني نتأكد إنه الدم اللي يأخذه المريض مناسب إله. في أمراض المناعة برضو نشوف الأجسام المضادة في الجسم، الميكروبات، يعني نقدر نحدد أي دواء ينفع لهذا المريض، الأمراض الجينية برضو نفس الشيء، عندنا فحوصات قبل الزواج، عندنا الفحوصات للثالسيميا مثلا، التشخيص الجيني للسرطان. فكل هذا بيجي تحت المختبر. نعم. دكتورة فيحة، لو تكلمنا اليوم أكثر عن التكنولوجيا والأتمتة
والذكاء الاصطناعي. طبعا هيئة الصحة بدبي دائما تسعى وضمن أهداف الاستراتيجية وصولا إلى واستخدام يعني استقطاب كل هاي الأنظمة والتطبيقات الذكية في خدماتها في هيئة الصحة بدبي. لو نتكلم دكتورة عن جزئية البرامج الذكية و الذكاء الاصطناعي الخاص بالمختبرات وكيف ترتبط بأفضل التقنيات والأنظمة الذكية. أيوة. فإحنا زي ما أنت قلت زي ما تفضلت إنه واحدة من الأهداف تحت الهيئة إنه جعل دبي وجهة عالمية للرعاية الصحية. صحيح. من خلال تطبيق نظام صحي متكامل يحقق الجودة والقيمة الإضافية. وفي نفس الوقت تبني وتضمين الابتكار في جميع مكونات منظومة الرعاية الصحية. فهذه هي كانت أهم شيء، يعني إنه إحنا لما عايزين نطور وندخل التكنولوجيا الحديثة في اللعب. فأنا بس بتكلم عن تقريبا يعني حركز على مستشفى دبي والمختبر في دبي. فإحنا ركبنا نظام متكامل بتاع أتمتة اللي هو أوتوميشن. نعم. اللي هو إنه العينة بس تجي يعني بس بنحطها على الجهاز، ف90% من الفحوصات حسا إحنا في مستشفى دبي بنعملها على هذا الجهاز. فالعينة بتجي بنحطها على الجهاز وهو الجهاز هو يعني يحللها. أول شيء عندنا الذكاء الاصطناعي، عندنا موديول بتاع الذكاء الاصطناعي إنه يشوف هذه العينة إذا كان ال يعني الكواليتي بتاعتها الجودة إنه ما متخثرة، ما فيها صفار، ما فيها إحنا بنقول ليبيدز اللي هو الكوليسترول، وهذا إذا ما كان زايد لأنه ممكن يأثر على جودة النتائج اللي إحنا بنطلعها. فهو أول شيء فهذا الجهاز بتاع الذكاء الاصطناعي يحلل هذه العينة، فإذا هذه العينة مناسبة فبعد ذاك تروح على الجهاز الثاني. كل هذا ما فيه أي تدخل بشري. بشري. فهو بس بالهذه الكمبليت أوتوميتد سيستم، يعني جهاز كامل. صحيح. فيه التتمتة ومنها ترجع وتقعد أساس إنه نحطها بعد ذاك نخلينا. صحيح دكتورة. أكيد طبعا يعني عفوا دائما يعني التدخل الذكاء الاصطناعي في الخدمات لها يعني تقييم يختلف عن الإجراء العادي، فكيف شفتوا دكتورة الفرق يعني من ناحية يعني الكواليتي تشيك بين الإجراء القديم أو الإجراء الحديث بالنسبة أو عن طريق يعني الذكاء الاصطناعي في فحص عينات الدم؟ فهذا هو يعني واحدة من الحاجات الأساسية إنه الإجراءات بتحت العينة بقت سلسة منظمة، والنتائج بقت أسرع. نعم. لأنه حتى الجهاز إحنا أخذناه يعني صح الساعة أكثر بس أسرع بكثير. يعني في فحوصات مثلا كانت كنا بنعملها مرة في الأسبوع مثلا في مراقبة السرطانات، فهذه يعني في أقل من ساعة إحنا بنقدر نطلع النتائج هسه. غير كده كان عندنا يمكن من 6-7 أجهزة في المختبر، كل هذه مشيناها وخدينا هذه السيستم كامل، فبقيت إن النتائج أسرع. صحيح. عندنا مقدرة استيعابية أكثر، فبقينا متحضرين حتى للمستقبل. يعني إحنا على أساس إنه دبي حتكون واجهة صحية على أساس إنه السياحة العلاجية، فإحنا بقينا مستعدين. صحيح. غير هيك قدرنا نوظف الموظفين لحاجات تانية، فقدرنا يعني يكون نستوعبهم على أساس إنه نحضر للتقييم العالمي، فقدرنا ناخد التقييم بتاع الكلية الملكية لعلم الأمراض، وهذا يعني أدانا دفعة إنه إحنا إنه كل اللابس مثلاً في دبي وحتى في الإمارات الثانية إنه يطرشوا لنا العينات حاسس إنه تحللهم. صحيح. وأيضاً دكتورة يعني مثل ما تفضلتي بأن يعني استخدام التطبيقات الذكية والأنظمة والذكاء الاصطناعي في الخدمات وسرعة يعني النتائج طبعاً أكيد في مصلحة
المتعامل إن صح التعبير أو مصلحة المريض في يعني وضع خطة علاج سريعة، وكل ما كانت مثل ما تفضلتي دكتورة النتيجة سريعة معناته أن النتائج العلاج بتكون أفضل للمريض، والدكتور عنده حيز وعنده مساحة بأن يعني يضع برنامج علاجي متكامل للمريض. يعني احنا الحمد لله يعني حتى الفيدباك على خدناه من الدكاترة اللي هو يعني زي ما انت تفضلت انه هسه ياخذوا قرارات اسرع، يعني حتى لو جاء مريض والدكتور حاول انه يعمل التحليل في نفس اليوم واخذ السامبل يعني اقل من ساعة هو ممكن ياخذ النتيجة، ويقدر على هذا الاساس يبني التشخيص ويبني الخطة العلاجية. صحيح. دكتورة فيحة في آخر دقيقتين يمكن نحب أن نتحدث معك عن أثر ذلك التجهيزات عالية المستوى لمختبرات هيئة الصحة بدبي في جودة الخدمات الطبية اللي توفرها هيئة الصحة. إحنا طبعا الحاجة الثانية اللي أنا ما تطرقت عليها إنه إحنا عندنا في كل مختبرات الصحة في هيئة الصحة إنه إحنا كلنا مرتبطين بإدارة معلوماتية واحدة. صحيح. عندنا one IT system. صح. فهذا بخلينا متكاملين لبعض، وفي نفس الوقت إنه المريض مهما مشى في أي مكان فالدكتور يقدر يشوف النتائج قبل أي كل النتائج في أي وقت، يعني كان مشى راش مستشفى راشد أو راح على المراكز الصحية مثلا النضة الحمر أو البرشة، فهو يقدر يشوف كل النتائج لأن كلنا مرتبطين بسيستم واحد، وممكن حتى المريض يأخذ العينة في أي مكان وتصل لللاب للمختبر اللي هو بيحلل العينة، فهذه واحدة من المميزات تحت التكنولوجيا. غير هيك إنه زي ما أنا قلت وإنت تفضلت إنه النتائج بقت أسرع. صحيح. يعني في كل المختبرات إحنا عندنا هذه الأتمتة، فالنتائج أسرع تصل للطبيب في وقت سريع جدا، تساعد المريض في تشخيص المرض وفي مراقبة المرض والاستجابة للعلاجات. نعم. غير هيك عندنا ما شاء الله هسه الاحتماد كل اللابس كل المختبرات عندنا. صحيح. الاحتماد الدولي. نعم. من الكلية الأمريكية لعلم. نعم. الأمران. نعم. دكتورة للنتائج. نعم. دكتورة فيحة صلاح استشاري ورئيس قسم الكيمياء الحيوية بهيئة الصحة بدبي، كل الشكر والتقدير لك دكتورة. Thank you very much. شكرا. الله يسلمكم. شكرا. مستمعينا الأعزاء قبل نختم نحب أن نذكركم أيضا بخصوص موضوع للتطعيم المجاني ضد كوفيد 19 للفئات ذات الأولوية في الحصول على لقاح فايزر بايونتك في دبي عن طريق تطبيق هيئة الصحة DHA أو الاتصال على الرقم المجاني 803-42. وبهذا الخبر وصلنا مستمعينا الأعزاء إلى نهاية فقرتنا لهذا اليوم، وأتمنى إن شاء الله الحلقة قدمت لكم مادة علمية ومعلومات صحية مفيدة، وهذا هو دائما مستمعينا الأعزاء نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكبر صحة وسعادة. أشكر فريق العمل فريق الإعداد بهيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت إسراء الهاشمي، ومخرجنا المتألق المخرجين المتألقين الأستاذ نمر محمد والمخرج سعيد المر. وتقبلوا تحياتي، أنا عبد الله جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.